يا صباح الخير، اكيد على كل مشاهدينا مشاهدين قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات صباح اون تايم، اكيد ان شاء الله هنناقش فيها وكمان نحلل فيها اهم وابرز المواضيع والاخبار اللي موجوده دلوقتي على الساحه الرياضيه. صباح الخير على اللي معانا. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. أكيد أحداث رياضية كتير هنكون بنتناولها على مدار الساعة ونص اللي جايين. هنبتدي النهاردة كلامنا بالمباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا. أكيد طبعا جماهير الكرة المصرية بشكل عام، كمان جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، على معاد مع مواجهة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي بره ملعبه في تنزانيا قصاد يانج أفريكانز في إطار الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة كمان هيكون عندنا مواجهة تانية هتجمع نادي بيراميدز مع فريق نوازيبو الموريتاني بره مصر. كمان هنبتدي معاكم الكلام النهاردة مع فريق بيراميدز، بيراميدز اللي بيلعب في مجموعة بتضم معاه أندية مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، ونوازيبو الموريتاني. لعب أول مباراة قصاد فريق مازيمبي، فاز بهدف دون رد سجله نجم الفريق فخري لاكاي، وحصد على أول 3 نقاط في المجموعة اللي فاز فيها صن داونز على نوازيبو بثلاث أهداف دون رد في بريتوريا. أكيد مواجهة كبيرة، أكيد مواجهة مهمة جدا بالنسبة لفريق بيراميدز، خصوصا أن المواجهة الثانية هتجمع فريق مازيمبي مع سان داونز في الكونغو، وأي نتيجة أكيد برضو هتكون في صالح فريق بيراميدز، بس الأهم هو تحقيق المكسب النهاردة والعودة بنتيجة إيجابية من موريتانيا. اخر مباراه اكيد حضراتكم فاكرين في الدوري المصري الممتاز او دوري النايل لبيراميدز لعبها كانت مع فريق الاسماعيلي، فاز بهدفين مقابل هدف، ولسه هو متصدر جدول الترتيب برصيد 16 نقطه. نروح بقى مع حضراتكم للمباراة الثانية اللي هتكون النهاردة في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الخاصة بالنادي الأهلي اللي هيلعب النهاردة تاني مبارياته في البطولة قصاد يانج أفريكانز في دار السلام. مواجهة صعبة أكيد لأن الفريق التنزاني عنده مجموعة كويسة جدا من اللعيبة برغم خسارته في الجولة الأولى قصاد شباب لوزداد الجزائري في الجزائر ب3 أهداف، ولكن يعني الكلام ده كان من أشهر ووصل لنهائي البطولة، بطولة الكونفدرالية الأفريقية قصاد اتحاد العاصمة، كان قريب كمان جدا ان هو يفوز بالبطولة. بشكل عام النادي الأهلي مع مدربه مستر مارسيل كولر سجل تعادل تاني في مسابقة الدوري قصاد فريق سموحة، وده كان في الجولة الأخيرة من غير أي أهداف بعد ما تعادل في الجولة اللي قبلها برضو مع الجونة بهدف لكل فريق، وده أكيد يعني عامل حالة من القلق لجمهور النادي الأهلي. كان طبعا اول امبارح في اجتماع ما بين اداره النادي الاهلي والمدرب المدير الفني للفريق مارسيل كولر عشان يعني يبحثوا ايه هي اسباب تراجع نتائج الفريق الفتره الاخيره. النادي الاهلي في اول جوله اكيد حضراتكم كنتم متابعين سجل فوز كبير على ميديما الغاني ب3 اهداف دون رد، كلها جت في الشوط الثاني، كانت عن طريق محمود كهربا، حسين الشحات، وصلاح محسن. كمان من اكتر من شهر لعب في الملعب ده قصاد فريق سيمبا التنزاني وقدر ان هو يتعادل بنتيجه 2-2 في الدوري الافريقي. ما ننساش طبعا ان هو امبارح فاز ميديما على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في نفس المجموعه، والواضح ان هي هتكون مشتعله لحد النهايه. اكيد كل التوفيق بنتمناه للنادي الاهلي في ظل غياب بعض نجومه ويمكن ابرزهم المدافع الدولي محمد عبد المنعم، كل التوفيق اكيد بنتمناه كمان لنادي بيراميدز قصاد نوازيبو الموريتاني. وزي يعني ما كانت الجوله الاولى جوله للانتصار بالنسبه للرباعي المصري، تكون ان شاء الله الجوله الثانيه برضو الفوز فيها للنادي الاهلي لبيراميدز، وكمان لنادي الزمالك مع سوار الغيني بكره ان شاء الله. هيلعب كمان فيوتشر مع الهلال الليبي في الجوله الثانيه من البطوله بطوله الكونفدراليه الافريقيه. كل التوفيق اكيد بنتمناه للاربع فرق المصريين
في الأسبوع القادم أو الحالي من البطولات الأفريقية. تعالوا نشوف بقى التقرير اللي جاي ده عن مواجهة النادي الأهلي قصاد يونج أفريكانز وكمان نادي بيراميدز قصاد نوازيبو، ونرجع نكمل معاكم فقراتنا هنا في صباح أون تايم. يستعد ثنائي فريقي الأهلي وبيراميدز لخوض غمار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدور أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز في تنزانيا، فيما يواجه بيراميدز فريق نوازيبو في موريتانيا. البداية بالأهلي والذي يحل ضيفا ثقيلا على فريق يانج أفريكانز وصيف بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، حيث يبحث الفريق الأحمر عن فوزه الثاني في المجموعة الرابعة لحسم الصدارة مبكرا قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة المقبلة. الأهلي بقيادة مدرب السويسري مارسيل كولر بات مطالب بالفوز في مواجهة اليوم بعد التعادل السلبي أمام السموحة في الدوري، والذي جعله يتنازل عن الصدارة لصالح بيراميدز، إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل رغبة الفريق التنزاني في تحقيق أول فوز له في المجموعة الرابعة. مواجهة الفرق التنزانية ليست غريبة عن الأهلي، حيث تحمل مواجهة اليوم الرقم 15، ففي 14 مواجهة سابقة حقق الأهلي الفوز في 8 مقابل 3 تعادلات و3 هزائم فقط. لعل آخر هذه المواجهات لقاء سيمبا في ربع نهائي دور السوبر الأفريقي، والتي حكم التعادل فيها لقاءي الذهاب والإياب. وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز لقاءه الثاني تاريخيا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام نوازيبو بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزه الأول على حساب مازيمبي في الجولة الأولى ثم الإسماعيلي في الدوري، ليتربع على الصدارة، وهو ما يحفز كتيبة المدير الفني جيمي باتشيكو لتحقيق الفوز على الفريق الموريتاني للوصول للنقطة السادسة قبل اللقاء المرتقب أمام سان داونز في الجولة المقبلة. في النهاية الأهلي وبيراميدز في مهمة أفريقية لمواصلة تفوق الفرق المصرية في القارة السمراء والعودة بثلاث نقاط غالية تمهد طريق الثنائي نحو تخطي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أكيد كل التوفيق بنتمناه للفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، سواء النادي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا أو فيوتشر ونادي الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية. وبما أننا بنتكلم عن الكونفدرالية الأفريقية ومباراة نادي الزمالك، خلينا نروح للتصريح القادم. وطبعا فقرة تصريح وتعليق النهاردة فيها تصريح مهم جدا من بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني، واللي اتكلم عن مواجهة نادي الزمالك بكرة وقال إن هو عارف كويس لعيبة نادي الزمالك، وأكد كمان ان هو كان لاعب لما واجه الوداد المغربي نظير نادي الزمالك من 7 سنين، عشان كده هو شايف ان هي هتكون فرصه لمواجهه فريق كبير زي فريق نادي الزمالك. قال كمان مفيش مفاجآت في تكتيك نادي الزمالك، هنراقب اللعيبه، وانا يعني لا اعرف هل يعلمون الكثير عن لاعبينا ام لا، لكن نحن في انتظار المباراه الفارقه، اكيد ده هيصنع الفرق بالنسبه للاعيبه. الفريقين على الملعب اكيد بيحبوا اللعب بطريقه جيدة. كمان قال أعرف كويس محمد عواد لأني كنت في إسماعيلية يمكن من 6 سنين، وهو حارس جيد جدا بيتطور بمرور السنين، والمهاجمين موهوبين جدا خاصة أحمد سيد زيزو وشيكابالا. قال كمان بنحاول أن احنا نصنع حاجة قصاد نادي الزمالك العملاق الأفريقي، واحد من أفضل الفرق في تاريخ أفريقيا. كمان من أول تولي مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد المسؤولية برئاسة الكابتن حسين لبيب، والأوضاع طبعا في حالة تحسن خاصة قرار رحيل أوسوريو وتولي معتمد جمال القيادة الفنية للفريق، واللي قدر أنه يحقق الفوز في 3 مباريات اللي خاضها بالفعل الفريق، يمكن أبرزها مباراة بيراميدز أكيد كانت مباراة ملحمية. كمان كان لنا لقاء مع واحد من رؤساء نادي الزمالك السابقين دكتور كمال درويش، رأيه كمان في قرارات المجلس الحالي، وعلى رأسها طبعا قرار إيقاف الثلاثي أحمد فتوح محمد صبحي ومصطفى الزناري. كمان كان في قرار لتجديد الثقة في معتمد جمال لحد يناير اللي جاي. تعالوا نشوف أبرز تصريحات الدكتور كمال درويش ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة تانية. شوفوا القرار تملي يطلع من خلال المعايشة،
فأنا بقدرش أحكم حكم كامل، لكن هي قرارات تربوية بلا شك. ماشي بقى عنده محترف وعنده مباراة تاني يوم ويصر، ده شيء مش موجود. الاحتراف في التزام، ده عمل، مهنة، يعني هو مهنته كرة قدم، مهنة كرة قدم ملتزم بروح الشغل. يعني أنا أروح مثلا كل الجامعة لازم أروح، لازم حد المحاضرة ولا لا تقاضى أجر، كمان لازم أروح جاهز للمحاضرة، محضر علمي وبقوله للطلاب وبشكل كامل. ما ينفعش إن أنا أخرج عن النظام طبعا، ده واحد. نمرة اتنين، احنا في فترات كتيرة لما زنقنا في مدربين أيامنا يعني كان بيقوم بالعملية مدربين مصريين. على فكرة الكفاءات اللي موجودة بالأجنبية مش سوبر. أنا مجربهم كلهم، أنا مجرب بتاع حوالي 5-6 مدربين في أثناء الفترة التوريتها المسؤولية، مش سوبر إطلاقا يعني احنا طبعا باعتبار أنا متخصص، يعني كنت ببقى بتكلم معهم هم بعد كده بيفهموا الوضع فبيغيروا، فهم كانوا بيجوا يبقى هو عارف المفروض يشتغل ايه، وبعدين لما بيلاقي الدنيا هادية بيشتغل على قد الموضوع، وده شيء مش كويس. لكن انا معتمد، اشتغل فترة طويلة وكان لاعب مميز وملتزم، دي كان من الصفات، ملتزم جدا يعني من الصفات الخاصة بي انا اعرفه شخصيا. كمان اشتغل في الاتحاد مع المنتخبات وهو رجل هادئ الطباع، يعني رجل هادئ وملتزم. هو الزمالك عاوز التزام، الرياضة التزام، ما كانش فيه التزام وكان فيه قوة وشلل ويخرج لا يعني لا، ما ينفعش في الرياضة الاحترافية ما ينفعش. دي كانت أبرز وأهم التصريحات الخاصة بدكتور كمال درويش الرئيس الأسبق بالنسبة لنادي الزمالك. كمان أكيد يعني في نهاية الفقرة دي بنتكلم عن أهمية فوز الأربع فرق المصرية، وأكيد طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك بكرة إن شاء الله، وفريق فيوتشر قصاد سوار الغيني، وإن شاء الله كمان النهاردة بالنسبة لنادي الأهلي ونادي بيراميدز، نادي الأهلي قصاد فريق يانج أفريكا ونوازيب قصاد فريق بيراميدز. اكيد كل التوفيق لكل الفرق المصريه اللي بتشارك في البطولات القاريه. تعالوا بقى من الكلام عن الكونفدراليه وعن كمان بطوله دوري ابطال افريقيا نروح للدوري المصري، دوري النايل والجوله السابعه. امبارح كان عندنا 3 مباريات، الاولى كانت بتجمع ما بين انبي والمصري بورسعيدي، انتهت بفوز غالي جدا اكيد للنادي المصري 2-2 على ملعب الجيش في برج العرب. اتقدم الاول الجزائري جلاس غناوي في دقيقة 36 من لعبة فردية وهدف ولا أجمل أنهى بالشوط المباراة الأول، وطبعا بعديها في الدقيقة 50 في الشوط الثاني شفنا مهاجم أنبي أحمد أمين أوفا طبعا بيسجل هدف التعادل عشان يقدر أنه هو يترجم سيطرة نادي أنبي مع بداية الشوط الثاني. أكيد قمة الإثارة كانت قبل النهاية بثواني بعد ما خطف ميدو جابر نقاط المباراة 3 بهدف تاني للنادي المصري بورسعيدي في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضايع عشان يرفع رصيده للنقطة 12 في المركز 6. في المقابل طبعا شفنا توقف لرصيد أنبي عند النقطة 10 في المركز 11. وكمان امبارح كان في مباراة تانية جمعت ما بين فريق الداخلية وبلدية المحلة، انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفرقتين، وكان أكيد في تحفظ نوعا ما ما بين الفرقتين أو الاتنين كمان مدربين، كان في بعض الفرص لكن يعني الخوف كان يعني من الخسارة هو ده السبب في إنهاء اللقاء بالتعادل السلبي. ودي برضو من النتائج النادرة على فكرة في بطولة دوري النايل في النسخة الحالية اللي بتشهد أهداف في كل المباريات. رفع الداخلية رصيده للنقطة 5 في المركز 15 ورفع فريق بلدية المحلة رصيده للنقطة 9 في المركز 12.
المباراة الثالثة اللي أقيمت امبارح جمعت ما بين فريق البنك الأهلي مع السيراميكا كليوباترا، أقيمت على ملعب بيترو سبورت وانتهت بفوز غالي جدا أكيد لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف سجله أحمد ياسر ريان نجم الفريق في الدقيقة 55 عشان يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 10 في المركز 9. وفي المقابل شفنا رصيد البنك الأهلي بيتوقف عند النقطة 3 في المركز 17 وهو المركز قبل الأخير. كده انتهت مواجهات الجولة 7. بيراميدز هو لسه في الصدارة ب 16 نقطة وراء النادي الأهلي 14 نقطة، وبعد كده بيجي زاد في المركز الثالث مع 13 نقطة، المركز الرابع نصي فيوتشر في بنقطة أو ب 12 نقطة، نفس رصيد برضو الاتحاد السكندري في المركز الخامس. أما بالنسبة لآخر ثلاث مراكز في الترتيب فالإسماعيلي في المركز 16 معاه 4 نقاط وراء البنك الأهلي زي ما قلت لحضراتكم معاه 3 نقاط، وبعدين بيجي في المركز الأخير المقاولين العرب بثلاث نقاط. دي كانت يعني سريعا كده أبرز وأهم اللي حصل في الجولة 7 من عمر دوري المصري الممتاز أو دوري النايل. نروح بقى معاكم لواقعة حصلت في دوري القسم الثاني ب. يوم الخميس اللي فات ده أعلن مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف إقالة كابتن محمد ثابت المدير الفني للفريق بعد ما انسحب لعيبة الفريق من مباراة الترسانة ضمن منافسات الجولة 6 من دوري القسم الثاني ب. السبب كان هو احتجاج اللعيبة على عدم صرف مستحقاتهم المالية، فمجلس إدارة النادي وجه اتهام مباشر للمدير الفني كابتن محمد ثابت ان هو اللي حرض اللعيبة ان هما ينسحبوا من المباراة، وبناء عليه تم توجيه الشكر ليه. فعشان نعرف اكتر تفاصيل عن هذه الواقعة معانا عبر الهاتف دلوقتي كابتن محمد ثابت المدير الفني السابق لفريق بني سويف. صباح الفل على حضرتك، اكيد برحب بك يا كابتن. صباح الفل يا شيماء، ونهارك ان شاء الله خير ومتفائلين بك النهارده ان شاء الله. اكيد طبعا بتمنى يعني نهار سعيد لحضرتك برضو. وخلينا نتكلم عن هذه الواقعه اللي يمكن الناس كلها بتتكلم عنها وشغله يعني راي الناس على الساحه الرياضيه. هل كنت تعرف بموضوع قرار اللعيبه ان هم هينسحبوا قبل المباراه لكن بعد نزولهم طبعا لارض الملعب؟ بصي يا شيماء، اول حاجه في كلام طبعا الحقيقه واضحه زي الشمس، بس احنا عايزين ندور على كبش فدا وما نجيبش الحقيقه كامله. ليه حضرتك؟ انا عايز اعرف بقى من حضرتك الحقيقه كامله. طيب حضرتك اللعيبه اللي قدام حضرتك في الصوره دي كلها قبل الماتش باسبوع كلهم قعدوا مع المسؤولين كلهم وقالوا لهم مش هنلعب تاني. الكلام هو واضح وعلى لساني، وعايز حد يطلع يقول الكلام ده ما حصلش. قالوا اللعيبه دي كلها قعدت مع المسؤولين، كل يوم بيقعدوا مع المسؤولين يقولوا لهم احنا والله ما هنلعب. طب ده بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم الماليه. ممكن اسالك هم متاخرين قد ايه عليهم في المستحقات الماليه؟ ما قبضوش خالص غير 25% من شهر وهم ليهم 3 شهور. 25% من شهر وهم ليهم 3 شهور ما خدوش مكافاه الماتش. قعدوا معاهم مجلس الاداره من اسبوعين وقالوا لهم النتائج وحشه، وفضلوا يوبخوا بيهم والنتائج وحشه. كانوا هم المركز الاخير، ما كنتش انا ماسك الفرقه. اول ما انا رجعت ربنا اكرمنا وتعادلنا بره وكسبنا جوه، بقينا عندنا 4 بونت، بقينا المركز الخامس. اللعيبه وضع طبيعي ان الناس قالت لهم اول ما النتائج تتحسن خدوا اللي انتوا عايزينه. النتائج اتحسنت، قعدوا مع المستثمر شتمهم، وفي فيديوهات بالكلام ده ونزلت على المواقع كلها. معلش انا اسفه، يعني ايه شتمهم؟ شتمهم في الملعب. ابعت لحضرتك دلوقتي حالا الفيديو تعرف دي. تكمل حضرتك اتفضل. المستثمر حضرتك يعني هو بيطالبوا بحقوقه، قال لهم اللي عندكم اعملوه من غير اي شتايم. اتفضل اتفضل. اللي عندكم اعملوه الكلام ده كله، وقال وحتى المواقع كلها نزلت وهو بيتكلم معاهم والكلام ده كله. تاني حاجه نبهوا، راحوا للمستثمر التاني تحت البيت قعدوا 4 ساعات، كنت انا معاهم كلاعيب وثلاثه من الجهاز وانا معاهم 4 ساعات ما حدش نزل لهم. هل يا شيما؟ تالت حاجه اللعيبه ما فيش اكل وشرب، وحضرتك
في 12 لعيب مغترب، في 12 لعيب مغترب. حضرتك عارفه يعني ايه لعيب مغترب؟ قاعد سايب اهله من غير اكل وشرب ومن غير فلوس، طب هينزل يلعب ازاي؟ هينزل يلعب ازاي حضرتك؟ لما 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 الموقف ده حصل وهم منبهين وهم في الملعب بيقولوا احنا هنلعب ازاي واحنا ما كناش، انا حضرتك الناس كلها بتقول يعني كله بيقول انا كنت عارف، لا انا مش، انا اقسم بالله انا ما كنت عارف، بس الواقعه اللي انا بقولها لحضرتك دي ان هم امبارح اول امبارح بيقولوا لي انا مش هلعب، وامبارح بيقولوا لي احنا مش هنلعب، ومش بيقولوا لي انا بس يا شيمه، مش بيقولوا لي انا بس، بيقولوا لكل اللي بيقابلوه والله ما هنلعب، والله ما هنلعب. بس هم جم قبل المباراه بيوم عشان برضو الكلام يبقى واضح، المفروض نخش معسكر ما دخلناش معسكر، وده بسبب عدم توافر يعني مصدر مالي لان انتوا تعملوا معسكر مش بس كده؟ بس خلي بالك يا شيمه ان كل الماتشات اللي قبليها فيها معسكرات، كل الماتشات اللي قبليها فيها معسكرات، كل الماتشات اللي قبليها فيها اكل، كل الماتشات اللي قبليها، كل ده اتغير ماتش الترسانه، ومع ذلك خلي بالك ان احنا لو ربنا كان اكرمنا وكسبنا وكسبنا الباي بتاعنا بين فرق بونت ما بيننا وبين الترسانه معايا، يعني كل الدوافع موجوده ان احنا نعمل مباراه كبيره معايا. طيب احنا لما اللعيبه قبلها بيوم قلت لهم موقفكم ايه، انا والجهاز الاداري اللي قدام حضرتك ده قعدنا مع اللعيبه قلت لهم يا جماعه انتوا كل يوم تقولوا لنا مش هنلعب، هتلعبوا ولا مش هتلعبوا؟ عشان ده موقف جماعي. صحيح. عشان ابلغ الاداره. صحيح. فاهم قصدي يا شيماء؟ ابلغ الاداره. قالوا لي يا كابتن الاداره جت قعدت معانا وقالوا لنا انتظروا هنديكوا قبل الماتش فلوس والكلام ده ما حصلش، بس احنا هنلعب عشان نفسينا، قبل الماتش بيوم قالوا لي كده. يعني حضرتك بالفعل اجتمعت باللعيبه ووضحوا لك ان هم فعلا بكره هياخدوا اللقاء ما عندهمش اي مشكله وهيلعبوا عشان نفسهم بغض النظر عن مستحقاتهم الماليه المتاخره، ولكن بعد ما الحكم صفر انسحبوا من اللقاء، وده اكيد كان قرار ما بينهم عشان يكون في احراج للنادي، وبالتالي الموضوع يكون يعني قصاد الراي العام والناس تبتدي تتكلم في الموضوع يعرفوا ايه الاسباب ويتكلموا عن المستحقات الماليه، مش كده؟ تمام، الله ينور عليك. تمام. طيب انا لما هم خلاص اقروا ان احنا خلاص بكره هنلعب، لما اقروا ان احنا بكره هنلعب انا حضرت نفسي قلت لهم طب يا جماعه اللي مش لو في حد مش هيلعب قول لي عشان انا احط السكور شيك، احط الناس اللي هتلعب، طريقه اللعب، الكلام ده كله على الناس، ما اجيش بكره اتفاجئ ان فلان مش هيلعب وانا عامل حسابه ان هو ايه هيلعب والكلام ده كله. جينا تاني يوم اتعاملنا طبيعي جدا ومفيش اي حاجه، وقلنا مع حضرتنا بس برضو علي صقر الولد اللي اغمى عليه في الملعب، احنا قلنا التشكيل بتاعنا والكلام ده كله، بس حط في دماغك ان اللعيبه فيش فلوس، في لعيبه منهم جايه ماشي، اقسم بالله في لعيبه منهم جايه ماشي رايحه ماشي للملعب، رايحه ماشي للملعب مغتربين ومعهمش فلوس وما كانوش من امبارح معايا. لا الموضوع صعب جدا وتفاصيله يعني صعبه جدا، واحد ما يتمناش ابدا ان هو يسمع واقعه يعني شبيهه للكلام اللي احنا بنسمعه ده. كابتن محمد ثابت المدير الفني السابق لتليفونات بادي سويف، اكيد يعني بنتمنى لك كل التوفيق في ما هو قادم، وطبعا يعني الرد مكفول بالنسبه للمسؤولين النادي فيما ورد عن كابتن محمد ثابت، ولكن في النهايه يعني لو الكلام ده حقيقي اكيد دي حاجه ما نتمناش ابدا ان هي تكون موجوده في الرياضه المصريه، ونتمنى اكيد تدخل المسؤولين عشان يعني يكون في تعديل للمسار اللي ماشي فيه فريق تليفونات بني سويف. نروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني اكيد موضوع بيخص اللعيبه المحترفين. اعلن نادي مونتريال الكندي انهاء التعاقد مع اللاعب المصري احمد حمدي لاعب الفريق اللي منضم من صفوف فريق الجونه في موسم 21، ونشر الحساب الرسمي للنادي الكندي على موقع التواصل الاجتماعي اكس صوره لحمدي وعلق وقال شكرا احمد حمدي، في اشاره اكيد لانهاء التعاقد مع اللاعب المصري. مصري كان أعلن كمان نادي مونتريال أمباكت الكندي يوم الثلاثاء اللي فات، اليوم 13 أكتوبر
او عفوا 21 عن تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب احمد حمدي المنضم من صفوف فريق الجونه على سبيل الاعاره. وقع اللاعب على عقد مع النادي لمده سنتين عشان يستمر لحد 2023 اضافه كمان لعام اختياري، وخاض حمدي مع فريق مونتريال 52 مباراه بقميص الفريق من ساعه ما انضم في فبراير سنه 2021. كمان انضم حمدي لمعسكرات منتخب مصر الاخيره، لكن هو يعني لم يخوض سوى مباراه وحيده قصاد كوريا الجنوبيه شهر يونيو سنه 2022. النهاردة أكيد كمان عندنا مجموعة من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية. يمكن أبرز مباريات النهاردة هتكون في البريمير ليج أو في الدوري الإنجليزي في الجولة الـ14، أرسنال على معاد الساعة 5 مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل على معاد الساعة 10 مع المان يونايتد. نروح للليغا الأسبانية والجولة الـ15، جيرونا مع فالنسيا الساعة 3، والساعة 7:30 ريال مدريد مع غرناطة. نروح للدوري الإيطالي والجولة الـ14، لاتسيو مع كالياري الساعة 7، وميلان مع فروسينوني الساعة 9:45 دقيقة. نروح للبونزليغا أو الدوري الألماني في الجولة الـ13، الساعة 4:30 بايرن ميونخ مع يونيون برلين، والساعة كمان 4:30 لايبزيج مع هايند هايم. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل، بعد الفاصل اكيد هنرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في صباح اون تايم. خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين فقراتنا مع حضراتكم في صباح اون تايم، واكيد النهارده عندنا فقرات كتير جدا، لكن هنروح لموضوع بيخص لعيبه كره القدم في المقام الاول، واكيد بيهم برضو كل الرياضيين بشكل عام. بيتكلم عن الاصابات. اتكلمنا قبل كده على فكره عن الاصابات، او يمكن عن اهم واصعب الاصابات اللي يمكن بتكون سبب في بعد لعيبه كره القدم عن المستطيل الاخضر لفترات طويله، اصابه القطع في الرباط الصليبي بكل بقى انواعه، واتكلمنا كمان بشكل مفصل في الموضوع ده. النهارده سالنا دكتور طارق سليمان اخصائي اصابات الملاعب عن موضوع مهم جدا برضو بيتكرر بشكل مستمر في معظم المباريات، هو الاصابه في العضله الخلفيه. طبعا كتير جدا بنشوف لعيبه كره القدم في اكتر من احتكاك ماسكين العضله الخلفيه، وده اكيد يعني بيخلي المدرب مضطر ان هو يغير اللعب. طيب هل في حمل زياده في التدريب بيكون هو ده السبب المباشر، ولا التدخلات الخاطئه والتاكلينجز في بعض الاوقات ممكن تكون هي السبب، او ممكن مثلا يكون السبب في ارضيه الملعب وده يكون ليه دور في الاصابه في العضله الخلفيه؟ هل اصابه كمان العضله الخلفيه بتختلف من لاعب للاعب تاني؟ كمان يعني موضوع تاني اكيد حابين احنا نتكلم فيه مع دكتور طارق، وهو التغذيه والاستشفاء كمان والنوم ومدى تاثير النوم والحاجات التانيه دي كلها على لاعب كره القدم بشكل خاص، وهل هيكون يعني ده ليه سبب في الاصابات او تكرار الاصابات. اكيد يعني امور كلها مهمه جدا بالنسبه لاي رياضي، عشان كده فتحنا الموضوع ده مع دكتور طارق سليمان اخصائي اصابات الملاعب. فخلينا نشوف مع حضراتكم اللقاء ده ونرجع نكمل معاكم مره تانيه. هو طبعا اسباب الاصابه بالعضله الخلفيه ان اللاعب بيبقى غير معد بدنيا، دي نمره واحد، وبيتعرض لحمل تدريبي اقصى من القوه البدنيه اللي عنده في العضله. بمعنى انا بيبقى عندي مثلا الاسترتش او الاطالات بتاعه اللاعب ضعيفه، في عضلات لعيبه بتبقى عضلاتها قصيره، في لعيبه بيبقى عندها اللي بنقول عليه البلك او كميه العضله بتاعته كبيره شويه، دي محتاجه نوع معين من التمرين في الاحمال وفي الاطالات. الحاجه الثانيه الجيم او دخول اللاعب الجيم مهم جدا، لان هو اللي بيقوي العضله الخلفيه، سواء الخلفيه او اماميه او سمانه، ما كل دي عضلات معرضه للاصابه. الحاجات اللي هي مهمه في الانقباضه العضليه وممكن دي تكون هي سبب الايه؟ الاصابه، لو انا عندي تقصير فيها او ديفكت فيها، زي السوائل الرياضيه. انت عارف دايما اللاعب وهو بيجري بيفقد حاجه اسمها كالسيوم
وصوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم. لو انا ما اديتلوش الحاجات دي قبل وخلال التمرين وبعد التمرين او قبل المباراه وخلال المباراه وبعد المباراه، هيحصل عنده النقص في الاملاح دي، والاملاح دي مهمه جدا في الانقباضه العضليه، ومنها الاصابه. لو انا ما عنديش الاملاح دي كفايه، هيحصل حاجه بنسميها عدم توافق عضلي، وفي الحاله دي العضله بتتعرض للايه؟ للاصابه. طيب منع الاصابه ده جزء مهم جدا فيه، اللي هو التغذيه والريكفري. الريكفري طبعا الناس كلها دلوقتي تسمع الريكفري او الاستشفاء. الاستشفاء ده زي ما انت حضرتك بيجي من النوم عدد ساعات معين من للاعب. يعني احنا بننبه على اللعيبه ما ينامش اقل من 9 ساعات. حتى احنا في المعسكرات بنديله فرصه ان هو ينام 9 ساعات، لا متواصل، بالذات النوم بتاع بالليل. النوم الليل ده مهم جدا، لازم 9 ساعات. وبيتبعه بقى غذاء برضو. انا ما ينفعش ان انا اسيب لاعب كوره ما ياكلش اكتر من 6 ساعات. يعني اكتر من 6 ساعات، بالكتير قوي 8 ساعات، ان انا لازم اديله غذاء. لحتى احنا في بعض المعسكرات لازم بندي اللعيبه وجبه قبل ما ينام، يعني بعد وجبه العشاء. يعني بنديله حاجه اسمها وجبه اضافيه قبل ما ينام، بحيث ان هو يبقى كل الفتره ديت فيها تغذيه بالنسبه له. ده مهم جدا لما بيصحى تاني يوم. هو ده بقى الريكفري، ان انا ادي اللعيب الغذاء بتاعه والفيتامينات بتاعته والتدليك بتاعه وارجع الدوره الدمويه الوريديه والليمفاويه. يعني في حاجه مهمه جدا، احنا عندنا دوره في الجسم دي للاعب اهم من الحاجات، من الدوره الشريانيه والوريديه، من حاجه بنسميها الليمفاتيك او الدوره الليمفاويه. الدوره الليمفاويه دي لان دي المصافي اللي بيتخلص منها اللعيب من فضلات التمرين او فضلات المباراه، بالذات بعد الحمل الايه؟ العالي. لو انا ما عملتلوش الشانلز بتاعته او الاوعيه الليمفاويه دي اللي هي بتصرف الصرف بتاع الفضلات التمرين او المباراه قبلها بيوم، هيبقى معرض للاصابه، لان بيحصل حاجه اسمها تجمع حمض لاكتيك، والناس عارفه اللي هو فضلات المجهود البدني اساسا. والتجمع الحمض اللاكتيك ده من الحاجات اللي بتؤدي الاصابه، تؤدي الاصابات العضليه بقى بالذات. يعني حقيقه هو موضوع في غايه الاهميه بالنسبه لكل رياضي، ازاي انك تتجنب الاصابات بشكل عام. زي ما قال لنا دكتور طارق كده سريعا، النوم الكويس، التغذيه الكويسه جدا، وريكفري بعد التدريب او بعد المباريات. نروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني ولعبه، هي لعبه مختلفه اكيد، يمكن معظمنا كان بيمارسها في البيت، لكن دلوقتي هي قلت بشكل كبير جدا في الجيل الحالي من الاطفال، الشطرنج. هي لعبه معروفه جدا ان هي بتساعد على تنميه الذكاء وكمان المساعده على التفكير السليم. واحد من نجوم اللعبه دي في مصر كابتن احمد عدلي، كان لينا معاه لقاء خاص اتكلم كمان فيه عن اللعبة دي وعن أهمية إقامة البطولات الكبيرة في اللعبة، وكمان عن مشواره وعن أمور تانية كتير جدا. اتكلم كمان برضو عن النجم المصري محمد صلاح واللي عبر عن حبه للعبة الشطرنج. فخلينا كده نقرب أكتر من المشهد ونروح نشوف اللقاء ده مع واحد من أهم نجوم لعبة الشطرنج في مصر وفي العالم العربي، كابتن أحمد عدلي، ونرجع تاني. رياضة الشطرنج هي الرياضة الذهنية الأولى في العالم، رياضة يمارسها كل الحكام والأمراء، لأن هي رياضة الفكر الأول، التفكير الاستراتيجي. عشان تبقى بطل في الشطرنج محتاج خطوات كتيرة، حلمك يبقى كبير قوي، بس محتاج سعي كتير قوي كمان. احنا بنتمرن، بعض الناس ما تعرفش، من 5 لـ 8 ساعات يوميا لمدة سنوات طويلة. الناشئ معانا مثلا، احنا عندنا الحمد لله ناس بقى لهم 6 سنين بيتمرنوا ناشئين. النهارده عندنا ابطال عرب وابطال افريقيا ناشئين، بس دول سعوا كتير قوي واتمرنوا كتير قوي عشان يكون عندنا الابطال دول. عندنا بنت تهيفن فادي، دي بطله افريقيا تحت 10 سنين ومصنفه رقم 5 على العالم وهي عندها 8 سنين ونص. عندنا اياد الحسيني 12 سنه بطل افريقيا، عندنا مينا وائل بطل افريقيا، عندنا سلمى احمد بطله افريقيا. كل دول بقى لهم 4 أو 5 سنين بيتمرنوا، ملتزمين في التمرين، وده اللي بينمي الشطرنج. بس عشان كمان تبقى بطل محتاج يكون بتطور التفكير الاستراتيجي بتاعك، محتاج بتحسب كويس وتتخيل كويس، طريقه تفكير النقدي وطريقه التفكير العلمي
بتتطور بشكل مهول عند اي طفل بيتعلم شطرنج. هتسعى كتير هتوصل اكيد، بس الحلم كلنا بايدينا في ايدين بعض سوا اكيد. طبعا كلنا شفنا الكومنت التويته بتاعت العظيم فخر العرب محمد صلاح، كلنا بنحبه وشرف لينا ان هو بيرفع علم بلدنا في كل المحافل. احنا عارفين ان محمد صلاح بيحب الشطرنج جدا، وكان في هزار كده بينه وبين ماجنس كارلسون بطل العالم الشطرنج. كان شرف لي ان انا لعبت ماجنس واحنا صغيرين، وانا قبل ما اكسب بطوله العالم وكسبته الحمد لله، خسرت بعد كده ده ماتش فواحد واحد النتيجه ما بيننا. نتمنى ان احنا نشوف محمد صلاح وماجنس، يكون شرف لي ان انا موجود، يكون حلم كبير قوي ان احنا ننظم ايفنت شطرنج عشان نشجع ولادنا ان هم يفكروا دول قدوتنا ودول اللي احنا حلمنا ان ولادنا يبقوا زيهم واحسن، مش بس كنجوم رياضيين، لا كناس قدوه على الخلق وعلى التربيه وعلى البناء الفكري اللي احنا بنحلم بيه لمستقبل يبني بلدنا اكيد ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان يتنظم في يوم من الايام قريب جدا مباراه بين محمد صلاح وبين ماجنس كارلسون على ارض مصر لنشر هذا الفكر، ونتمنى ان شاء الله ان مصر يكون عندها استعداد كمان في الفتره الجايه مش بس تنظم احداث عالميه، لا عندنا احداث عالميه وابطال عالميين كمان ان شاء الله، ابطال عالم ناشئين. كان شرف ليا ان انا اكون بطل عالم شباب، ومنتظر ان شاء الله قريب ان في جيل طالع انا متاكد ان هو هيحقق احسن مننا كتير قوي. يا رب يكون لنا دور صغير ولو صغير في ده، واتمنى ان شاء الله مستقبل احسن لبلدنا اكيد. أكيد كل التوفيق بنتمناه لكابتن أحمد علي بطل مصر والعرب في الشطرنج. نروح بقى معاكم لفقرتنا الإخبارية وهي فقرة On Fire News. هنبدأ أخبارنا من عند النادي الأهلي، وبالأخص من عند الإصابة اللي تعرض ليها محمد عبد المنعم لاعب الفريق، إصابة بالالتواء في أنكل القدم خلال تمرين امبارح في تنزانيا، ما كملش اللاعب التدريب بتاعه وغادر المران بسبب الإصابة دي، وخضع محمد عبد المنعم لفحوصات طبية عشان يتم تحديد جاهزيته للمباراة، ولكن من الصعب إن هو يلحق، وده بسبب التشخيص المبدئي بسبب الإصابة اللي أكيد محتاجة لوقت أطول عشان يتعافى منها اللاعب. ولكن بشكل رسمي لم يصدر من النادي الأهلي بيان لحد دلوقتي بتحديد فترة غيابه والتشخيص الرسمي كمان والنهائي بالنسبة للإصابة على اللاعب على الإصابة دي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، نشر صورة لرجليه وكتب الحمد لله. أكيد يعني بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويرجع سريعا ويقدر إن هو يكون متواجد مع النادي الأهلي في أسرع وقت. كمان محمد هاني لاعب النادي الأهلي قال إن فريقه قصاده مهمة مش سهلة أبدا في مواجهة يونج أفريكانز، واتكلم محمد هاني في المؤتمر الصحفي بتأكيد إحنا بنسعى إن إحنا نفوز في المباراة بره مصر وهي مهمة مش سهلة في ظل أكيد مواجهة فريق قوي عنده عناصر مميزة جدا على ملعبه. وقال كمان في حالة من التركيز الشديد ما بين لعيبة النادي الأهلي، إصرار إن هم يقدموا أفضل ما يمكن خلال المباراة دي عشان نحقق الفوز ونرجع بثلاث نقط جديدة في المجموعة. كمان اتكلم محمد هاني وقال بنعاني من حالة إجهاد خاصة في ظل المشاركة في أكتر من بطولة وانضمام كمان العديد من اللعيبة لصفوف المنتخب. قال كمان النادي الأهلي بيضم عناصر مميزة من أصحاب الخبرات اعتادوا على مواجهة تلك الصعاب. وقال محمد هاني وأتم كلامه الجميع داخل النادي الأهلي على قلب رجل واحد من أجل حصد الألقاب، وكمان الجهاز الفني بيتولى مسألة تدوير مشاركة اللعيبة في المباريات بما يخدم أهداف الفريق بشكل عام. ومن أخبار النادي الأهلي نروح معاكم سريعا لنادي الزمالك، ونبتدي أخبار الزمالك من عند كابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق، واللي عمل جلسة مع اللعيبة على هامش التدريبات الجماعية واللي أقيمت عصر يوم الجمعة استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. قال كابتن معتمد جمال في حديثه مع اللعيبة: في البداية بهنيكم على الفوز في مباراة مورين فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري والالتزام كمان بتعليمات الجهاز الفني. قال كمان المدير
الفني لنادي الزمالك، الكل هنا بيتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود ليها. وكمان احنا لازم ان احنا نركز في مباراة سوار الغيني. اكد كمان كابتن معتمد جمال في ختام كلامه مع اللعيبة على صعوبة مواجهة بطل غينيا، شدد كمان على ثقته في قدرة لعيبة نادي الزمالك على تخطي المنافس في ظل ظهور كل اللعيبة بصورة جيدة جدا في الفترة الأخيرة. كمان حرص أحمد مصطفى زيزو وإبراهيم ناداي ثنائي نادي الزمالك إن هم يخوضوا تدريبات خاصة بالتسديدات خلال تمرين امبارح استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. منح الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كابتن معتمد جمال اللعيبة اللي خاضوا مباراة مودرن فيوتشر راحة من التقسيمة الفنية بعد ما خاضوا كل الفقرات التدريبية سواء الفنية أو البدنية. كمان خاض زيزو وناداي فقرة تدريبية إضافية على التسديدات من مسافات بعيدة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض. كمان شارك سيد عبد الله نيمار لاعب نادي الزمالك في التدريبات الجماعيه امبارح بصوره طبيعيه. سيد عبد الله نيمار اتعرض لاصابه خلال مباراه نادي الزمالك الاخيره قصاد فريق مودرن فيوتشر في مسابقه الدوري او دوري النايل بكدمه في الانف، ادت اكيد لجرح سطحي وشهدت تدريبات النهارده مشاركه اللاعب بصوره طبيعيه في كل الفقرات البدنيه والفنيه بعد ما اطمن عليه الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه على سلامه اللاعب وكمان على جاهزيته. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع وهنستقبل ضيفنا النهارده عمرو الخشاب المحلل الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين اكيد مع حضراتكم في قراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا عمرو الخشاب المحلل الرياضي. صباح الفل عليك، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. صباح الفل يا شيما، صباح الخير عليك، صباح الخير على كل الشباب المشاهدين. صباح الفل عليك، سعيده جدا بوجودك معانا، واكيد النهارده عندنا كلام كتير جدا بيخص الاربع انديه اللي بتشارك في البطولات القاريه سواء النادي الاهلي ونادي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا، او كمان الكلام عن الكونفدراليه الافريقيه ونادي الزمالك مع فيوتشر. خلينا نبتدي كلامنا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي على ميعاد مع يونج افريكانز التنزاني، مباراه اكيد هتكون مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد هو بيسعى فيها ان هو يحصد 3 نقاط تانيين عشان ياكد صدارته للمجموعه اللي موجود فيها حاليا في دوري ابطال افريقيا. بص يا شيما، خلي بالك ماتش النهارده ماتش برده مش هين، ماتش صعب. مش لان تراجع على المستوى الاهلي على المصعيد الفني، لا مش كده، لكن برده يونج افريكانز فريق فيه تطور كتير قوي عن الـ3 سنين الاخرى. الفريق معاه مدرب مميز جدا، مدرب ارجنتيني ميغويل جامودي، الراجل السنه اللي فاتت وصلهم نهائي الكونفدراليه، السنتين اللي فاتوا بطل الدوري بعد ما كان الدوري بعيد عنهم، عندهم عناصر مميزه جدا. ابتدى باع عناصر وابتدى يستغل الفلوس بتاعها زي المهاجم بيراميدز اللي ضم حديثا. فانت بتتكلمي ان الفريق لا في فرقه كوره، حتى انا كنت اتفرجت على ماتش امام بالوزداد، مش معنى خسر 3-0 كان سيء، عنده برده ايجابيات. في النقيض الاهلي طبعا في ناس كتيره مستاءة من المكسب، يبقى مكسب صعب جدا، في نفس الوقت التعادل الاخير بتاع سموحه تعادل غير مرضي، لكن برضو الاهلي بينزل يا شيما مش بيقابل نفسه، بيقابل فرق، والفرق بتدرس الاهلي. صحيح. وبتدرس ايجابيات وسلبيات الاهلي، بس الاهلي عنده حلقه وصل كولر مفتقده الفتره اللي فاتت. الاهلي في ماتش المقاولين وسيراميكا وسموحه الاربع ماتشات في الدوري والجونه صنع كام فرصه؟ بتتكلمي صنع 8 فرص بس. معدل صناعه الفرص في المباراه الواحده تيجي فرصتين، وده شيء طبعا الاهلي او مع كولر بصفه خاصه الاهلي ما عدش بيه قبل كده. نفس الكلام ده السنه اللي فاتت في التوقيت ده، كان عاوز اقول لك حاجه، بعد من الاسبوع مثلا لو افترضنا لغايه الاسبوع السادس كان الاهلي صنع حوالي 19 فرصه امام ايا كان المنافس كان بيقابله، اللي هو اكتر من الضعف. فانت بتتكلمي ان كان في مشكله في صناعه الفرص. طب احنا ممكن نتكلم عن الاجهاد يكون سبب من الاسباب اللي بتؤدي اللي احنا وصلنا له مع النادي الاهلي في الوقت الحالي، زي ما بتقول حتى مش بس عدم استغلال الفرص ولكن عدم صناعه الفرص من الاساس. هي دي الجزئيه او دي هلقه الوصل اللي دايما نقول لك الاهلي بيوصل بس مش بيترجم الفرص. ده جزئيه مهمه جدا، لكن الفتره اللي فاتت لا انا كمان مش عارف اوصل بالطريقه والاسلوب اللي انا اعتدت عليها. ده راجع لحاجتين، جزء كبير من الروتيشن، والمقصود بالروتيشن ان انا مش بشيل ال 11 التدوير اللعيبه، مش بشيل ال 10 لعيبه غير حارس المرمى ونازل 10 لعيبه تانيين. دايما كولر بيبتدي يلعب بالقوام الاساسي بتاع الفرقه.
ده فرقت جدا في الجوده، جوده الافكار. خلي بالك هو دور المدرب، انا بدي افكار للعيبه واللعيبه قالت التنفيذ، فمش شر، مش لازم المدرب يشيم يكون هو اللي عليه العيب. هو ممكن ننقد المدرب او ما فيش طبعا اي مدرب خارج سياق النقد، لكن ممكن نقول لا هو في بعض المراكز مش محتاج فيها تدوير اللعيبه. ايه دي الجزئيه؟ فبالتالي انا لما بوصل لمرمى المنافس يعني مش بالجوده او مش بالطريقه او مش بالاسلوب اللي الاهلي معتاد بيه. أصغر حاجة سموحة، الماتش اللي لسه كان يوم لحد اللي فات أو الاثنين، الأهلي وصل كم 4 مرات عمل فرص، وأربع منهم فرصتين لحد ما كان ممكن يعني يكون يخش في مرمى سموحة. طب في ماتش الجونة 0، ما قدرش أصنع فرص. مش معنى إن أنا بسدد كلمة صناعة الفرص مقصود بيها اللعب المفتوح سواء من الإطراف أو من العمق. هي دي الجزئية اللي الأهلي يمكن الفترة الأخيرة بيعاني منها شوية. ده راجع لحاجتين، جزء كبير منها زي ما قلت لك الإجهاد، لكن إجهاد وأنا عندي عمق سكواد ما ينفعش تتقال. عمق سكواد يعني أنا عندي عناصر كتيرة أقدر إن أنا أعمل بيهم روتيشن. هي دي الجزئية. لكن الماتش النهاردة أنا شايف خبرات لعيبة الأهلي، الفوز الأولاني في ماتش فريق الغيني هيدي لعيبه من الدافع العزيمه والاصرار، مع طبعا التعادل الاخير مع سموحه اكيد الاهلي عاوز او لعيبه الاهلي عاوز صالح جماهيرها، وباذن الله النهارده ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله ويرجع بالثلاث نقط ان شاء الله. طيب تتوقع كولر النهارده ازاي هيتعامل فنيا مع اللقاء قصاد يانج افريكانز في تنزانيا؟ بصي هو كوت يانج افريكانز هنا بيلعب برسم خطه 4-4-2 دايما بيستغل الاطراف، فالاطراف عنده طايرين، انت بتتكلمي على هاف رايت وظهير ايمن ويعني جناح شمال وظهير ايسر، فدايما دول بيبقوا طايرين، وانت لازم تستغلي المساحات اللي خلفهم. فكولر اكيد دارس الفرقه مع المحلل الاداء بتاعه وعارف الثغرات اللي في الفريق المنافس، لكن القصه كلها ان انت عندك النهارده لعيب مميز محمد عبد المنعم مش هيكون متواجد، فبالتالي الاهلي دايما بيمتاز بحته اللعب المباشر الطولي، التمريرات البسيطه ما بين السنتر اثنين سنتر باكين، ثم بعد كده اللعب الطولي في عمق المنافسين. افتكر كولر النهارده اهم حاجه عنده الاجنحه، ان انت محتاج جناح سريع مهاري وفي نفس الوقت يكون لاعب مباشر على الجول. لعيب متواجد زي امام عاشور بالادوار المركبه اللي بتسند لحته الجناح العكسي ويدخل حسين الشحات اللي انا افتكر واتوقع بنسبه كبيره هيتواجد كاساسي، طبعا ان لازم، ان محتاج لعيب سريع وفي نفس الوقت لعيب عنده سرعه الارتداد عشان في الحاله الدفاعيه، خصوصا الاهلي الفتره اللي فاتت كنت بهاجم وببادر فرق زي سموحه، طبعا ما اختلف الجوده طبعا مع احترامي الكامل لفرقه سموحه، لكن في نفس الوقت انا بلاعب فريق افريقي وعلى ارضه وسط جمهوره وخسران الماتش الاولاني 3-0، فاكيد عنده دوافع كبيره جدا ان هو يحاول ان هو يحسن مسيرته، خاصه ان هو على ارضه وسط جمهوره زي ما بتقول. طيب يعني نتوقع ان النهارده مارسيل كولر هيبتدي جيم يعني مفتوح، هيبتدي يهاجم من بدايه اللقاء، ولا تتوقع ان هو هيكون عنده الى حد ما بعض الحذر عشان ما يستقبلش زي ما بنتكلم هو برده على ارض المنافس وسط جمهوره ما يستقبلش اي اهداف مبكره؟ ما حته جيم مفتوح اللي ممكن يعني اللفظ اللي احنا بنسمعه كتير، انا هنزل من حتى لو هبادر او حتى هاجم لازم يكون عندي اتزان دفاعي شويه، لازم الاربع باكات او الاثنين سنتر باكين حتى لو طاير الاظهره، لازم واحد كمروان عطيله وهيبدا كرقم 6 او ديانج، لازم الاثنين يقدروا يغطوا لي المساحات حتى لو هبدا ضغط عالي، ودي قوه الاهلي خصوصا مع الفرق في الجنوب القاره، ان انا لما اجي ابادرهم على ارضهم وسط جمهورهم كضغط عالي الفرقه برده مختلف الجوده طبعا بيجي لها نوع من انواع عدم التزان الذهني كده شويه، فتحس فيها خلل كده، خصوصا ان انا بقابل فريق عاوز يبدرني عاوز يهاجمني. انا اتوقع ان كولر اول تلت ساعه من المباراه هيبتدي يضغط عالي، هيحرمهم من حته بناء الهجمه، خصوصا ان انا كنت اتفرجت على ماتشات ليهم في هايلايتس كده في الدوري التنزاني مع حتى ماتش بالوزداد، الفريق بيبتدي اسلوب لعبه البناء من الخلف، بس ما عندهمش جوده لعيبه يا شيماء مميزه في مرحله البناء. فافتكر كولر دارس الجزئيه دي وابتدي يضغط عليهم عالي، مع طبعا حته الارتداد في النادي الاهلي اللي كان بيعاني منها السنه اللي فاتت بصراحه، حته الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه اتحسنت جديد جدا مع كولر، فافتكر لما الفريق هيبتدي يهاجم او يبادر فريق المنافس انج افريكانز هيبتدي يثبت لعيب زي حسين الشحات ويبتدي يشتغل التحولات سواء حسين الشحات ناحيه الشمال او حتى بيرسي تاو، ان هم عندهم المهاره وعندهم السرعه. صحيح. فطبعا اكيد يعني جزئيات التفاصيل البسيطه دي اكيد كولر دارسها وعارف هيقسم الجيم ازاي. اكيد يعني. تابعنا في الفترات اللي فاتت دي عوده حميده جدا بالنسبه للاعب الفريق اكرم توفيق، رجع مره ثانيه من الاصابه بشكل كويس جدا جدا ما شاء الله، يعني مش عايزين نتكلم عن الموضوع ده لان اتكلمنا المره اللي فاتت بصراحه، فاللاعب اتصاب لكن الحمد لله يعني رجع سريعا، وان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق وربنا ان شاء الله يبعد عنه كل الاصابات وكل حاجه وحشه في الفتره اللي جايه دي. تتوقع النهارده مارسيل كولر هيشرك مين؟ انا اتوقع اكرم توفيق ولا محمد هاني؟ لا انا اتوقع اكرم توفيق. انت محتاج في الماتشات الافريقيه دي القوه البدنيه والالتحامات والثنائيات تكسبيها،
يعني محمد هاني لعيب في تطور ملحوظ الفتره اللي فاتت، لكن يعني في برضو اخطاء على سبيل التغطيه العكسيه على واحد على واحد. اكرم توفيق في الجزئيه دي هو بيمتاز فيه اكتر، ولكن اكرم توفيق مش موجود معاهم وما سافرش معاهم لتنزانيا، فيعني ما اظنش ان هو هيكون متواجد النهارده. في الاغلب هيكون محمد هاني هو ممكن محمد هاني بيلعب يؤدي نفس الادوار. خليني اسالك برضو عن ديانج وعن غيابه عن خط وسط النادي الاهلي ومدى تاثير غيابه. هل شايف ان اللعيبه اللي موجوده او الوفره اللي موجوده عدديا في الفريق في خط النص يعني بتجاوب عن وجود اللاعب ولا لا؟ ديانج طبعا يعني عدم وجوده طبعا عامل مؤثر جدا يعني على اي فرقه سواء في المنتخب المالي او النادي الاهلي، لكن بتتكلم برضه انت عندك عمق السكواد خصوصا في نص الملعب، لعيبه تقدر تقوم بالادوار دي كلها. بتتكلم عليه زي امام عاشور طبعا اضافه كبيره جدا جدا، افضل لعيب نص ملعب موجود دلوقتي في الساحه. بتتكلم على مروه عطيه وغيره وقفشه، يعني اللعيبه عندهم من الخبرات ومن الحضور الذهني اللي هم يقدروا ينفذوا نفس الادوار اللي بتسند لديانج. خلي بالك الكوت الاهلي في الثمانيتين الموجودين يعني ان انت دايما بتشتغل جناح عكسي بضم الجناح جوه والثمانيه بيطلع كجناح ايمن او ايسر، فهي القصه كلها مع طبعا حته استخلاص الكوره اول ما بفقدها دي لعيبه نص الملعب او دي المتطلبات دايما كولر بيطلبها من لعيبه نص الملعب. فاكيد اللي متواجد النهارده باذن الله يعني هيعوض كتير جدا غياب ديانج، على الرغم ان ديانج طبعا عدم حضوره في المباراه يعني اكيد برضو وقت من الوقت هتحس ان انت محتاجه في الوقت ده ديانج يكون متواجد، لكن الموجودين في نص الملعب ان شاء الله هيقوموا بنفس الادوار يعني. طيب خليني اسالك برضو عن مشاركه مروان عطيه في خط النص مع نادي الاهلي، وهل تتوقع يكون موجود النهارده؟ هل تتوقع يكون ليه دور النهارده؟ وكمان خلينا نتكلم عن مستوى مروان عطيه في الفتره الاخيره دي. لا انا شايف ان مروان عطيه مفيش تراجع في المستوى. هو القصه كلها ان يعني اسلوب لعب النادي الاهلي بيبدا مثلا الكوره من السنتر باكين، ثم اول لعيب بخرج بيه على الكوره هو رقم 6 عندي مروان عطيه عشان لعيب مميز في الحيازه. لكن القصه كلها ان دايما مروان عطيه بيلجا اول حل ليه لعيب رقم 8 اللي بينزله. القصه في المنافسين، ودي الجزئيه اللي احنا رجعنا ليها في كلامي معاك في الاول يا شيما، حته عدم صناعه الفرص. دايما عشان اهاجم كويس لازم يكون عندي خط باكات يقدر يوصل لي الكوره بانسيابيه للهجوم. الاهلي عنده ثغره في الجزئيه دي دلوقتي، او نقطه سلبيه، بلاش اقول كلمه ثغره، نقطه سلبيه. دايما بيتم توجيه الضغط على الموجودين في اللعيبه في الملعب على مروان عطيه، فبالتالي بتحس ان مروان عطيه بيطلع فيه تمريرات يعني مش اتقان زي الهدف بتاع سان داونز في الدوري الافريقي اللي لعبها. القصه مش غلطه مروان في ديانج، المسافه اللي بعيده بينه وبين، لكن جوده مروان عطيه هي اضافه كبيره جدا. بالعكس مروان عطيه انا شايف ما فيش تراجع في المستوى، اكتر ان الفرق المنافسه بقت تذاكر بعض الانماط اللي الاهلي بيخرج بيها بالكوره. لكن مروان عطيه على مرحله البناء مميز جدا، مروان عطيه على مرحله افساد الهجمه من المنافسين بالعكس عامل تاني اكتر معدل افساد هجمه بعد اللاعب ديفندر نادي بلديه المحله يوسف حسن. اللي يعني بتتكلمي على مروان عطيه من اميز اللعيبه الموجودين دلوقتي في لعيب رقم 6 في الدوري المصري بصفه عامه، كمان في يعني انا شايف من في السياق العربي كله يعني. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن محمود عبد المنعم كهربا، وهل هيكون ليه دور مع بدايه اللقاء النهارده ولا ممكن يكون بيحتفظ بيه مارسيل كولر كورقه رابحه على دكه البدلاء؟ ما هو انت برضه بتقولي ورقه رابحه، بتكلم عليه زي مودست وبرضه حتى لو متواجد النهارده في السكواد هو اوريدي مش هيبقى جاهز، فبالتالي مش هيقدر يديك 90 دقيقه. فكهربا حتى لو احنا يعني كلنا عارفين ان هو اصلا في الاساس هو مش مهاجم، صحيح، لكن عنده المرونه التكتيكيه وعنده الحضور الذهني وعنده المعدل البدني كويس، بلغه الكوره كده عارفه يا شيما بيقدر يعمل للمدرب اللي هو عاوزه. لعيب يعني بينزل بيضغط كويس جدا على 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 خط الدفاع المنافسين، عنده يمكن الفيرست تاتش بتاعه اتحسن كتير اول فتره اللي فاتت، لكن حته برضو تضييع الفرص يعني يلام عليها شويه في ماتشات كتير خصوصا في افريقيا. لكن انا شايف النهارده لا بديل غير على وجود كهربا، خصوصا ان انت محتاج لعيب السرعات لو الفرق اللي قصادك ابتدت تبادرك وقت ما لقيته، ده متوقع اكيد، فانت محتاج الكونتر اتاكس على لعيبه سرعه. طبعا اهمهم الثلاثي الامامي سواء حسين الشحات اللي اتوقع هيبدا بيه او بيرسي تاو او حتى كهربا، فطبعا انا اتوقع هيبدا بكهربا النهارده. طيب خليني اسالك، هل كور السبته النهارده هيكون ليها دور مع النادي الاهلي في اللقاء ده؟ كور السبته ده جزء كبير وعلم يعني يدرس، يعني احنا كنا درسناه كتير في كورساتنا كتير. الكور السبته دلوقتي نمط من الانماط اللي لازم لا غنى عنها. صحيح. القصه مش ان انا تيجي لي ضربه ركنيه او فاول وابتدي يعني انا وحظي او اخطاء المدافعين، لا بيكون اكيد متمرنين عليها، متمرن عليها وليها كذا نمط وكذا جمل محفوظه بالنسبه كده، خصوصا ان الاهلي في الموسم الماضي جاب اهداف مؤثره جدا من الكوره الثابته، وخصوصا الضربات الركنيه، هدف الشهير بتاع محمد عبد المنعم وحته ان هو بيقطع من البعيده للقريبه والكوره بتتلعب سوينج اوت. يعني قصدي الكوره الثابته عنصر مهم جدا، والاهلي عودنا في الفتره اللي هو مش بيبقى عاجز على الوصول للمنافس
باللعب المفتوح بيبتدي يكون الحلول عنده ككور ثابته، فاكيد طبعا كور ثابته لازم تستغل النهارده يعني. صحيح. طيب لو سالتك عن اهم نقاط القوه والضعف فريق يونج افريكانز تقول لي ايه من وجهه نظرك؟ شايف ايه ابرز نقاط القوه والضعف في الفريق؟ بصي هم عندهم يونج افريكانز بيعتمد على رسم خطه 4-4-2، و4-4-2 دي لازم او جوده المدرب اللي بتبقى متواجد الفرقه بيعتمد دايما على الاطراف، والاطراف دي بيبقى عندك دايما الظهير الايمن وخط الوسط الايمن الاثنين بيلعبوا بنفس الرجل، فدايما انا الملعب عندي يكون مفتوح، فدايما بيبتدي يعتمد على العرضيات، وده اسلوب لعب يانج افريكانز. يانج افريكانز في الدوري السنه اللي فاتت مسجل بتتكلمي على 27 هدف نتيجه عرضيه. طبعا جوده الدوري التنزاني غير اكيد بالظبط، لكن ده اسلوب لعب او نمط معتاد من المدرب. حتى في ماتش بالوزداد الاخير كان معظم الحلول او معظم الخطوره كانت بتيجي على شباب بلوزداد كان نتيجه الاطراف، فعنده اطراف مميزه جدا، لكن في نفس الوقت عنده الاظهره لما بتتقدم بيسيب وراهم مساحات كتير قوي. دي ده الكلام اللي بقوله اللي انا قلت لك في بدايه كلامي معاكي. لا بديل النهارده غير عن وجود اثنين اجنحه عندهم سرعه في الاهلي ومهاره، وده افتكر متوفر طبعا في بيرسي تاو وحسين الشحات، ان دايما الاظهره لما بتتقدم ما عندهمش اللعيب يا شيما اللي في نص الملعب اللي يقدر يغطي المساحات وراه. فحتى شباب الوزداد سجل هدفين نتيجه الاخطاء الدفاعيه اللي بتبقى دايما او المساحات اللي خلف الظهير الايمن بصفه خاصه يعني. صحيح. فافتكر اكيد كولر النهارده هيستغل الجزئيه دي، خصوصا ان عندك جبهه لعب مميزه جدا سواء معلول او حسين الشحات او حتى امام عاشور. اكيد كل التوفيق بنتمناه النهارده للنادي الاهلي في هذه المواجهه، يكونوا اكيد واحد من ممثلي الكره المصريه في البطولات القاريه. نروح بقى للممثل الاخر في نفس البطوله، بطوله دوري ابطال بيرمز. افريقيا فريق بيراميدز قصاد فريق نواديبو الموريتاني. خلينا نتكلم عن اللقاء ده، شايفه ازاي؟ وهل ممكن يكون اللقاء النهارده صعب على فريق بيراميدز كون المباراه دي خارج ارضه؟ بصي يعني طبعا فوز بيراميدز الاولاني كان فوز تاريخي، ان هو فاز اول يعني اول مشاركه ليه في الشامبيونز ليج الافريقي ويفوز. المجموعه صعبه جدا على مازيمبي، حتى لو مازيمبي مش افضل شيء يا شيما قبل كده، لكن تتكلمي على مازيمبي لا الفتره اللي فاتت او الموسم ده ابتدى يسترجع قوته، فالماتش كان قوي جدا والمجموعه كمان والمجموعه قويه جدا. تتكلمي معاه يعني ليفل الوحش اللي هو سان داونز. فالقصه كلها ان بيراميدز او باتشيكو ادار المباراه الاولانيه بهدوء وبحنك، حتى كان بدا ب 4-4-2 وازاي انت تبدا على ارضك، ولحد ما ان انت اول مباراه المنافس ممكن يكون في المتناول بل بالعكس. مازيمبي فعلا ناس كتير يمكن تستعترض عشان النتائج كانت في السنه اللي فاتت او اللي قبلها، مشاركته في الكونفدراليه كان بيخرج دايما مبكره. صحيح. على عكس طبعا مازيمبي في 2009 و2010 و2015 لما فاز بالشامبيونز ليج. لكن الماتش شيما بيراميدز النهارده افتكر ان باتشيكو مذاكر الفريق منه كويس جدا، وفوز الاولاني ادى دفع معنوي للعيبه بيراميدز، كمان تتكلمي الماتش الثالث والرابع لسان داونز خارج ارض بيراميدز الماتش الاولاني في جنوب افريقيا ثم بعد كده ماتش العوده. فالنهارده بيراميدز باذن الله كل الحظوظ كل التوفيق ليه انه يكسب ان شاء الله خارج ارض، او على الاقل يرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله يعني. صحيح، وده الاكيد بنتمناه. ولكن خلينا نتكلم كمان عن فريق بيراميدز بشكل عام، شايف اداء بيراميدز الفتره اللي فاتت دي ازاي؟ يمكن اتكلمنا ان هو يعني فكره ان هو ينجح ان هو يقدر يحصد اول ثلاث نقاط من اول مره بيشارك فيها في تشامبيونز ليج او في دوري ابطال افريقيا في اول مواجهه ليه، اكيد دي حاجه كويسه، شيء ايجابي جدا، خاصه ان هو في مجموعه صعبه زي ما اتكلمنا، واكيد الكل كمان منتظر اللقاء اللي هيجمعه بفريق سان داونز الجنوب افريقي. خليني اسالك بشكل عام، شايف بيراميدز مع بدايه الموسم الحالي حتى من دوري النايل ماشي ازاي؟ لا انا بيراميدز فيه تطور ملحوظ يعني، حتى من الموسم اللي فات، حتى فتره من الفترات يعني بيراميدز من الموسم اوائل الموسم اللي فات لما بدا مع كابتن ايهاب جلال الموسم اللي قبل الماضي يعني، ثم بعد كده تكيز جونياس، ثم بعد كده قعد فتره طويله، ثم بعد كده رحيل يعني تولى القياده الفنيه باتشيكو، ابتدت الامور يا شيما يفكروا اكتر في الملعب. ما اجيبش اللعيبه اللي تعمل لي شو او تعمل لي دعايه، خلاص انا بجيب العناصر اللي عندي اللي تقدر تخدم اسلوب لعب المدرب. ودي كانت اميز حاجه، ان انا حتى لو ضحيت بتاكيد جونياس كلاعب الاستحواذ، وكان ناس كتيره انتقدته ان انا عاوز ادخل اللعيب بالكوره جوه الجول، وكنت بقى عندي كم هائل من تضييع الفرص، فبالتالي جبت المدرب الواقعي. فباتشيكو اللي عمله هو كمل بما انتهى ليه تاكيد جونياس، وبقى فيه واقعيه اكتر في الاداء. في استحواذ نفس الهويه ونفس النمط ونفس الشكل موجود، لكن ما بقاش بالكتره خصوصا او بالاستفزاز، خلينا نقولها خلي اللفظ في محله، بالاستفزاز امام المنافسين. انا بمسك الكوره كتير قوي لكن دون فعاليه. اللي امتاز بيه بيراميدز في الفتره اللي فاتت وفي الدوري العام الماضي ان هو دايما بيكون ايجابي قدام المنافسين، لكن طبعا في بعض الماتشات
يعني مش بيكون موفق فيها او بيخسر فيها. ده نتيجه اسباب كتيره وشرحناها قبل كده في استوديوهات المختلفه. لكن بيراميدز السنه دي اتوقع يكون منافس شرس قدام طبعا النادي الاهلي او النادي الزمالك على المنافسه على الدوري، خصوصا ان الفرقه مركزه قوي السنه دي. صحيح. طيب تتوقع ان هو ايه التشكيل اللي ممكن يقود بيه النهارده باتشيكو اللقاء ده قصاد الفريق فريق انوازيبو الموريتاني؟ بصي انا شايف ان يبدا بنفس اسلوب اللعب 4-4-2، ودايما كريم حافظ ك يعني هاف ليفت وما تحتيه محمد حمدي والاثنين بيتناولوا الادوار، عشان خاطر في الحاله الدفاعيه محمد حمدي بيخش كسنتر باك ثالث وكريم حافظ بيرجع كانه باك ليفت، فيبقى برسم الخطه دي بتتكلمي على 5-4-1 في الحاله الدفاعيه. اكيد الشناوي واكيد يبقى نبدا ناحيه اليمين الشيبي، الاثنين سنتر باكين اسامه جلال هو بقى ساعه ما رجع من ماتش مازيمبي يعني عوده حميده طبعا ليه، تحسي الولد يعني بسم الله ما شاء الله بقى له فتره مش غايب. جنبه طبعا احمد سامي المميز جدا في الفتره اللي فاتت مع طبعا محمد حمدي او كريم حافظ ايا كان منهم اللي هيلعب باك ليفت. نص الملعب افتكر هيبدا باربع لعيبه لا بديل طبعا عن الاثنين نص ملعب بحاول الارتكاز سواء بلاتي توري او حتى وليد الكارتي او ممكن الاثنين مع بعض مع طبعا كريم حافظ، لان انا بقول لك لو بدا باك ليفت محمد حمدي اتوقع يبدا بكريم حافظ هاف ليفت عشان الادوار يعني في الحاله الدفاعيه بتختلف شويه، مع طبعا ناحيه اليمين رمضان صبحي اللي في الماتش مازيمبي كان دايما يخش في العمق عشان يعمل الزياده العدديه في عمق الملعب، واكيد المهاجم او مع ممكن لعيب رقم 10 عبد الله سعيد، والمهاجم اللي هيبدا بيه اتوقع طبعا فيستون مايلين هو المهاجم شرس وقوي وسريع. وده خلي بالك كان الصفقه المميزه اللي اشتراها من اليانج افريكانز اللي كان اللي هيلعب الاهلي النهارده. صحيح. اكيد لسه كلامنا والحديث مستمر عن المواجهات القاريه بالنسبه للانديه المصريه. اتكلمنا بالفعل عن النادي الاهلي وعن بيراميدز في المواجهات اللي بتنتظرهم النهارده في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي قصاد يانج افريكانز، كمان نادي بيراميدز قصاد انوازيبو. اكيد لسه الكلام هيكون عن الكونفدراليه الافريقيه، نادي الزمالك بكره ان شاء الله، ونادي فيوتشر عندهم لقاءات في غايه الاهميه، ولكن هنتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا النهارده مع عمرو الخشاب المحلل الرياضي. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم في قارتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه منورنا عمرو الخشاب المحلل الرياضي. عمرو صباح الفل عليك مره ثانيه. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الانديه المصريه المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي قصاد يانج افريكانز النهارده عنده لقاء، كمان فريق بيراميدز عنده لقاء مع انوازيبو. اكيد كنا يعني بنتكلم عن شكل الفريق او الشكل اللي ممكن يخوض بيه الفرقتين اللقاء النهارده. تعالى بقى نروح الكونفدراليه الافريقيه، بكره ان شاء الله في لقاءين في غايه الاهميه، نادي الزمالك قصاد سوار الغيني، وكمان فريق فيوتشر هيكون عنده بكره لقاء اخر. خلينا نتكلم الاول عن نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال، ازاي ممكن يكون بيحضر للقاء ده؟ اكيد لقاء مهم جدا خصوصا يعني مع الازمات الاخيره اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك. اكيد نادي الزمالك عنده هدف كبير جدا ان هو يعني يكون صاحب لقب هذه البطوله او هذه النسخه من الكونفدراليه الافريقيه وياخد اللقب للمرة الثانية ليه. خلينا نتكلم عن معتمد جمال وعن شكله لإدارة اللقاء بكرة. بصي صعب دلوقتي نقيم التجربة بتاع كابتن معتمد جمال بالسلب أو بالإيجاب، مش عشان كسب الثلاث ماتشات، يعني خلي بالك برضو القصة كلها لازم أقعد فترة طويلة لغاية ما أقيم المدرب. أفضل شيء الزمالك عمله في الفترة اللي فاتت مش إن أنا مشيت أوسيريو، خلي بالك أوسيريو من المدربين المميزين جدا، لكن طبعا هو الأفكار ما كانتش متناسبة تماما مع جودة اللعيبة اللي موجودة، مع كامل احترامي وتقديري يعني لعيبة الزمالك، لكن القصة كلها يا شيما إن أنا دلوقتي كابتن معتمد جمال أو المنظومة أو لجنة الكورة اللي في الزمالك ابتدت دلوقتي 90 بالعلم شوية بمعنى أصح، جبت غير طبعا مدرب صاحب خبرات كابتن معتمد جمال ويعتبر ابن الابداء النادي، جبت بعض العناصر اللي تقدر تخدمني او تخدم العلم او تطور لي العلم عندي بمعنى صح، محلل اداء، جبت طاقم سكاوت ومحلل اداء كويس جدا قدر يشتغل على بعض التفاصيل البسيطه في الوقت الحرج اللي انت محتاجه فيه تكسبي. معنى كلامي الكور السبت اللي احنا كنا بنتكلم على الاهلي، كور السبت دلوقتي بقت الكلمه السحريه لنادي الزمالك في الثلاث ماتشات مع كابتن معتمد جمال. طبعا مش هقدر اقول لك ان الاسلوب كان افضل شيء ولا اسوء شيء، لكن كان كان متوسط المستوى للثلاث ماتشات وقدرت اطلع بيهم في الماكسيم اللي انا عاوزه، سواء في الماتش الاولاني في الكونفدراليه او حتى الماتش الاخير امام فيوتشر في الدوري.
لكن القصه كلها هو كلمه السر هي ضربات الثابته. طب لو اتكلمنا سريع على كلمه الضربات الثابته مع نادي الزمالك، الزمالك في اول ست ماتشات يا شيما سجل اربع اهداف من أرب... سجل عفوا ثلاث اهداف من اصل 14 هدف سجلهم الزمالك، ثلاث اهداف من كور ثابته. طيب في الثلاث ماتشات دول الزمالك سجل كام هدف؟ بتتكلم على سجل ثلاث اهداف من اصل ست، او عفوا اربع اهداف من اصل ست، فبتتكلمي على 75% من اهداف الزمالك في الثلاث ماتشات نتيجه كور ثابته. هو ده كابتن معتمد جمال مع محليل اداء معاه سواء كابتن محمد علاء ومحمد داوود، هم دول مع طبعا الجهاز الفني المعاون كابتن معتمد، هو التفاصيل البسيطه دي. انا عارف ان انا الوقت قليل مش هقدر احط افكاري كلها الموجوده قدام لعيبه الزمالك، خصوصا ان هو برضه الظروف زي ما انت قلتي في غيابات، في لحد ما ايقافات الى جانب برضو كابتن معتمد جلال عفوا جمال معذور، معتمد جمال معذور في ان هو السكواد ما اختاروش، فالقصه كلها الامور صعبه عليه. فابتدى الراجل يكون واقعي جدا عكس اللي كان من المفترض يكون في اوسوريو في بعض من الماتشات، يرجع للبيزكس. خلي بالك برضو انا دايما لو جبت سيره اوسوريو مش عاوز يعني اجني عليه، يعني الراجل برضو من المدربين المميزين جدا 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 يعني، وانا كان رايي ان هو يعني ياخد التجربه الاخيره، لكن طبعا الظروف والجماهير ووضع الزمالك صحيح كان بيزداد سوءا بعد كمان مع بعد السعر المرتفع يعني للراتب الشهري للمدرب طبعاً. كمان ما فيش نتائج ايجابيه، فالموضوع اكيد كان صعب جدا على اداره نادي الزمالك. طيب خلينا نرجع تاني للكابتن معتمد جمال والشكل اللي ممكن يكون بياخد بيه لقاء بكره. اول الماتش الاخير في فيوتشر او حتى في الماتش الاولاني بدا الرسم بخطه ثلاث لعيبه، ثلاثه سنتر باكات وثلاثه اربعه اثنين واحد، عشان خاطر يكون الزمالك في الحاله الدفاعيه كخمسه، انه عنده برضو بعض المشاكل في الحاله الدفاعيه، فعاوز يكون دايما امن عمق الملعب عنده، دايما امن الاطراف، خصوصا ان عندي لعيبه اديهم الحريه شويه، لعيب زي زيزو في نفس الوقت زي امامه لعيب مهاري استغل سرعاته استغل مهارته. شفنا الماتش امام فيوتشر رجع البيزكس للاصل بالبلدي كده يعني، زيزو كجناح ايمن وفي نفس الوقت اوباما كلاعب رقم 10 مع ايا كان المهاجم المتواجد طبعا في ظل الغيابات، فابتديت اللعيبه تلعب بارتحيه شويه، اللعيبه مش بتطلب منها ادوار مركبه في كل مراحل اللعب، مش معنى كده ده غلط، لكن هو اللعيب معتاد على كده يا شيماء، معتاد على كده، مع طبعا بعض السلبيات اللي قدر يستغلها بصراحه كابتن معتمد جمال قدام فريق زي فيوتشر، ان الفريق يعتبر يعني وهنتكلم عليه برضه باستفاضه لما نيجي نتكلم عليه في الماتش امام الهلال الليبي، لكن انا شايف ان الزمالك قدم المطلوب في ماتش فيوتشر وفي الماتش الاولاني على الرغم انه واجه صعوبه جدا في الماتش الاولاني في الكونفدراليه، لكن حماس اللعيبه خبرات اللعيبه العزيمه والاصرار اللي كانت موجوده في الملعب هي اللي ادت كفه الزمالك في الماتشين او في الماتش الاولاني في الكونفدراليه او حتى في الماتش الاخير امام فيوتشر. اكيد كل التوفيق بنتمناه لنادي الزمالك بكره ان شاء الله في لقاء قصاد سوار الغيني. اخيرا هنتكلم عن فيوتشر ولقاء الهام قصاد فريق الهلال الليبي بكره ان شاء الله في الكونفدراليه الافريقيه. خلينا نتكلم بالتفاصيل كده، الاول شايف فيوتشر عامل ازاي وماشي ازاي بشكل عام في هذا الموسم؟ بصي فيوتشر في مرحله احلال وتجديد فني. يعني فيوتشر انا الفرقه ضحت او باعت ثلاث لعيبه مهمين جدا جدا، بتتكلمي على محمود مرعي سنتر باك مميز جدا من افضل قلوب الدفاع الموجوده في الدوري المصري دلوقتي، بتتكلمي على لعيب زي مهند لاشين، لعيب محمد رضا، بتتكلمي على ثلاث عناصر مميزين جدا يا شيما متواجدين في الساحه بصفه عامه. انا اخذت القلب الفرقه وطبعا ايه بعتهم مقابل ان انا استغل بالامور الماديه دي، وفي نفس الوقت جبت بعض العناصر طبعا مع احترامي لكامل العناصر اللي جت لكن مش بنفس الجوده. لا تخيلي بقى العناصر دي اللي انا اوريدي بحاول اعوضها على العناصر المميزه اللي بعتها اغلبيتها شيء ما كانتش متواجد، فده طبعا اثر بالمردود السلبي على فيوتشر في الماتشات اللي فاتت. شفنا دايما كان خالد رضا اللي هو يعني جه اشتروه بعد ما باعوا محمود مرعي اشتروه من انبي كانش متواجد في الماتش الاخير، فبالتالي كان في اخطاء على مستوى الدفاع مستوى الرقابه مستوى التمركز، لعيب مميز جدا لعيب خبرات لكن في نفس الوقت مش بجوده محمود مرعي، خصوصا اسلوب اللعب اتغير شويه من كابتن علي مهلي فارمسينيو. فارمسينيو مدرب واقعي شويه، عارف ان انا ما عنديش اللعيبه المميزين في مرحله الخروج بالكوره، ضحيت بثلاث لعيبه مميزين جدا، فابتدى اسلوب اللعب المباشر عاوز يكون هو استباقي قدام المنافسين مع اختلاف جودته، وده طبعا واجد صعوبه جدا قدام الزمالك. صحيح. خصوصا ان الماتش الاخير امام الزمالك واحنا الماتش هو اللقطات او فرص الزمالك اللي موجوده بتتعرض قدامنا، او بص يا شيما دايما نص الملعب بتاع فيوتشر كان دايما مفتوح يعني عنده كده في فراغ دايما، مفيش اللعيب اللي بيقدر يعمل بلوكات عشان يمنع المنافسين من التسديد. صحيح. لكن بصفه عامه انا شايف ان البدايه بتاعت فيوتشر بدايه جيده، ما اقدرش اقول لك سيئه او مميزه، اكسبت اول ثلاث ماتشات في الدوري لكن خسرت اللي بعديهم ماتشين او ثلاثه، بس في نفس الوقت السكواد لسه شويه لسه ما شربش افكار فارماسينو المدير الجديد ومدرب يعني يعتبر
يعني واخد افكار مورينيو ان هو اشتغل معاه كمساعد في فترات طويله، فهو مدرب واقعي شويه، وقت يدافع وقت يهاجم، ما عندوش يعني هويه تقدري اللي كانت ممسوكه على فيوتشر في السنين اللي فاتت مع كابتن علي ماهر. لكن خلي بالك قدام منافس برضو قوي، كابتن محمد عوده مدير الفني للهلال الليبي عامل مواسم مميزه جدا سواء الموسم اللي فات او الموسم اللي قبل الماضي. فافتكر ان شاء الله المباراه مميزه جدا، وان شاء الله فيوتشر باذن الله يكسب ان شاء الله. اكيد كل التوفيق بنتمناه للاربع فرق المصريه اللي بتشارك سواء في دوري ابطال افريقيا اهلي وبيراميدز او في الكونفدراليه الافريقيه الزمالك وفريق فيوتشر ان شاء الله في المشوار الافريقي الخاص بيهم. في النهايه بشكرك جدا عمرو الخشاب على وجودك معانا النهارده، شكرا لك، اكيد يوم سعيد. شكرا لك. مشاهدينا بنوصل معاكم لنهايه حلقتنا النهارده، ولكن ان شاء الله عندنا ميعاد بكره في نفس التوقيت الساعه 10 الصبح. يومكم سعيد.